كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن إخفائها لخبر إصابتها بالسرطان، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج منا وفينا. وأجابت لميس الحديدي خلال برنامج منا وفينا على سؤال سبب إخفائها مرضها عن الجمهور قائلة: ليه بتجيبي السيرة دي؟ مش لازم الناس تعرف، ده موضوع من 10 سنين، وده وجع يخصني وأخاف الناس تقول إن أنا بتاجر بمرضي. وأضافت لميس الحديدي: أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر بتستخبى، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه. وعن تجربتها مع المرض وصفت لميس الحديدي الفترة التي عرفت فيها بإصابتها بالسرطان بأنها كانت كابوس، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقربين منها. وذكرت الإعلامية لميس الحديدي إن أصدقائها كانوا يقومون حفلات خلال جلسات العلاج الكيماوي، وإنها كانت تسجل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات. صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدة إنها لم تغب عن أي يوم عن جمهورها خلال فترة مرضها.